فريده هان مدير الدار الايتام بره ومعاها محمود. بجد؟ طب روحي انت وانا هحصلها. ما هو مش معقول هتفضلوا واقفين على الباب كده. اتفضلوا. ماما اهلا فريده. اهلا اهلا اهلا. ازيك يا محمود؟ ازيك يا حبيبي؟ فكيتي الجبس من ايدك؟ والدكتور قال لي ان ايديا بقت كويسه قوي. الحمد لله. اهلا يا ست روحيه. اهلا بحضرتك. انا مش عارفه اشكرك ازاي. ده واجب عليا يا معالي الوزيره. ما تتصوريش فرحه محمود قد ايه واحنا جايين لما عليكي في البيت. انا كمان فرحانه بيه قوي. اتفضلي استريحي. معلش عشان عندي شغل كتير في الدار. طب فنجان قهوه. مره تانية. دي شنطه فيها هدوم محمود. زي ما وصيتك يا محمود تكون هادي ومؤدب وتسمع كلام ماما فريده في كل حاجه. حاضر. بعد اذن حضرتك. مع السلامه. اتفضلي. بيتك حلو قوي يا ماما فريده. وهيبقى بيتك طول ما انت معايا. تعالى حبيبي بقى افرجك اوضتك. الاوضه دي بتاعتي؟ ايوه بتاعتك يا حبيبي. واللعب دي كلها كمان؟ ايوه بتاعتك كلها طبعا. انا بحب اللعب دي قوي. اللعب بس؟ وبحب كندي اكتر من اي حاجه في الدنيا. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي. ايوه بدري. خدي محمود حميه وغيري له هدومه. انا باخد حمامي لوحدي لان انا كبير. طبعا كبير. انت راجل كمان. انا هستحمى بسرعه عشان توريني البيت كله. اصل بيتك حلو قوي يا ماما فريده. هو بقى حلو عشان انت فيه يا حبيبي. يلا بدري. حاضر. تعالى معايا يا محمود. هو انت اسمك ايه؟ انا اسمي بدرية. تبقي ديدا بدرية. يلا يا ديدا. يلا يا حبيبي. ايوه يا كمال. عامل ايه؟ بقول لك ايه؟ ما تتأخرش النهارده. انا مستنياك على العشاء. عندي ليك مفاجأة هايلة. حاضر حاضر يا فريدة. هخلص شغل واجي لك على طول. مع السلامة. زي معالي الوزيره دلوقتي يا باشا. الحمد لله. اشكرك. حضرتك قلت لي انك انت خسرت القضيه في الاستئناف. ما هو المحامي اللي كان ماسكها باين عليه ما اهتمش بيها برغم ان انا دافع له اتعاب قد كده. ولما سالت قالوا لي ما فيش غير الاستاذ كمال الشربيني هو اللي ان شاء الله هيكسبها لك في النقط. عموما سيب لي القضيه ادرسها وبعدين اقول لك اذا كنت هقبلها ولا لا. استنى عندك. استنى خمسك. استنى استنى. اوه قفشتك. يلا تعالى بقى نقعد نتفرج على التلفزيون. عارفة يا ماما فريدة؟ أنا عمري ما كان عندي ولد نوم لوحدي، ولا كان عندي كل اللعب دي. من هنا ورايح يا حبيبي هجيب لك كل اللي أنت عايزه. أنت تطلب أي حاجة عايزها وأنا هجيبها لك بس ما تتكسفش. اتفقنا؟ كفك. هو ايه ده؟ فستق. ده طعمه حلو قوي. انا عمري ما دقته قبل كده. يا حبيبي. الحمد لله على السلامة كمال بيه. تتأخرش عليا بكرة الصبح. تحت أمرك كمال بيه. كنت عاوز أطلب من حضرتك طلب. أنا أصلي مزنوق في قرشين كده وكنت يعني. أنت إيه حكايتك بالظبط؟ ما بتشبعش فلوس، مش لازم أديلك قبل كده. ما هو ظروف أنا ما. خد خد امسك دول. من يد من عدمها كمال بيه. ما تدفع يا عم. أنت بتكسب شوية. دول ملانين. استني يا بدرية. أنا الهف. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. أنا خلصت شغلي بدري فقلت أجي عشان ماما فريدة. ده محمود. محمود؟ تعالى يا محمود، تعالى سلم على بابا كمان. تعالى. إزيك يا بابا كمان؟ أهلا.
انا افتكرتك هتبقى مبسوط وترحب بمحمود اكتر من كده. كان مفروض تقولي لي حاجه بالشكل ده قبل ما تعمليها. انا حبيت اعملها لك مفاجاه. انت متضايق من وجوده في البيت؟ متضايق؟ متضايق ازاي؟ ما دام انت مبسوطه يبقى انا مبسوط. انا عندي سؤال واحد بس، هو هينام فين؟ ما انا اشتريت له اوضه اطفال وحطيتها مطرح اوضه الضيوف، ولما يبقى يجي لنا ضيف من البلد هنبقى نتصرف. نتصرف؟ الظاهر ان انا كان لازم اقول لك قبل كده لان المفاجاه كبيره عليك. حاجه ثانيه من فضلك. من فضلك تقولي له يقول لي يا انكل، بلاش حكايه بابا دي. ايوه بدريه. العشاء جاهز. ايه محمود؟ ما بتاكلش ليه؟ مش عارف تاكل بالشوكه والسكينه؟ لا. طب انا هعلمك. بص يا حبيبي، تمسك الشوكه في ايدك الشمال كده وايدك اليمين فيها السكينه، وتقطع اللحمه كده وتاكل في بقك كده. يلا وريني بقى شطارتك. معلش. هو انت زعلانه مني يا ماما فريده عشان وقعت الطبق على هدومي؟ لا يا حبيبي مش زعلانه منك، كلنا لما بنعمل حاجه اول مره بنغلط، بكره تتعلم وتبقى شاطر. عايز حاجه؟ وانا هنام لوحدي؟ انت خايف ولا ايه؟ اصل انا مش متعود انام لوحدي. بس انت مش قلت لي انك انت كبير؟ الكبار بيناموا لوحده؟ انا هسيب لك الاباجوره ولعه عشان ما تخافش، وانا كمان مش هنام الا ما اطمن عليك، خلاص؟ تسمع لخير. وحضرتك من اهلك. انت مش هتنامي كمان؟ ورايا شغل عايز اخلصه. انت لسه زعلان؟ ما تشغليش نفسك بيا. تصبحي على خير. وانت من اهله. بدريه. نعم. خلي بالك من محمود. اطمني يا مدام، في عينيا الاثنين، واذا حصل اي حاجه اتصلي بيا. حاضر يا مدام. ماما فريده، ماما فريده، ماما فريده. صباح الخير. صباح النور. انت ايه اللي مصحيك بدري كده؟ اصل احنا متعودين في الدار نصحى بدري كل يوم. بس هنا بقى تنام على راحتك، لكن لما تصحى تلبس حاجه في رجلك، ما تدوس حافي. سامع يا محمود؟ حاضر. اما نشوف. انت رايحه فين؟ انا رايحه الشغل. وبعدين يا محمود وهتسيبيني هنا لوحدي؟ ما هي معاك داده بدريه، وبعدين انا هرجع بدري مخصوص عشان ابقى معاك. ما تسيبينيش لوحدي محمود. ماما فريده حبيبي لازم تروح شغلها وانا هبقى معاك، ولا انت ما بتحبش داده بدريه؟ اجي معاك الشغل. ما ينفعش يا حبيبي، انا لازم اروح عشان اتاخرت. اوعى تزعل داده بدريه. ايه ما بتردش عليا ليه؟ زعلان. انا همشي يا بدرية، ابقي فطري. حاضر. ايه تحبي تفطر ايه يا استاذ محمود؟ الحقيقة حالة الرائد سالم محتاجة علاج، هياخد مشوار طويل لأن حالة العظم عنده سيئة. للدرجة دي حالته صعبة؟ ده صحيح. إذا كان محتاج سفر بره أنا مستعد. العلاج اللي هيديهوله بره هو نفس العلاج اللي هنقوم بيه هنا. إحنا عندنا أفضل أطباء وجراحين عظام. هو لما هيقوم بالسلامة هيقدر يرجع لشغله؟ دي مسألة ما نقدرش نقررها دلوقتي. بدرية. أيوة.
معقوله سايبه التلفزيون؟ صباح الخير. اهلا. هو اللي اسمه فريد الشربتلي ده حكايته ايه بالظبط؟ واضح انه بيهاجم معاليكي كل يوم والتاني، منزل اعلان مدفوع الاجر بجورنان ونداء واستغاثه لمعالي رئيس الوزاره. النهارده منزل اعلان على نص صفحه بمناسبه وضع حجر الاساس لمصنعه الجديد في الهند. ايوه، وبيقول ان احنا طفشناه زي ما طفشنا غيره من المستثمرين وخليناهم يروحوا يعملوا مصانع بره مصر. الحقيقه يا معالي الوزيره، اللي بيعمله فريد الشربتلي ده تشهير بمعاليكي. لو حضرتك ما انتش عايزه تردي على الآل نرفع قضيه، واحنا معانا المستندات اللي تخلينا نكسبها. عشان يقولوا ان الوزاره بترفع قضايا على المستثمرين ورجال الاعمال ونبقى اديناهم فرصه للتشهير. طيب والعمل ايه يا معالي الوزيره؟ ما هو بالشكل ده هو مش هيسكت وهيفضل يهاجم معاليكي. خلاص نسيب الحكايه دي دلوقتي، هبقى افكر. طيب سياده الوزيره تأمرني باي حاجه؟ لا متشكره قوي يا جابر. طب عن اذنك يا فندم. الو. ايوه بدريه، محمود عامل ايه كده؟ طب الحمد لله طمنتيني. انا ما رضيتش اقول للمدام على اي حاجه عشان ما ضايقهاش. محمود شقي قوي قوي، ما خلاش حاجه في قلب البيت الا ما لعب فيه وكسر كوبايتين، وكان هيكسر الفازه اللي في الصاله لولا لحقته على اخر نفس. الاطفال اللي بتتربى بالشكل ده بتبقى دايما شقيه عشان طول النهار بيتخانقوا مع زمايلهم. لا وكلكم، ولما الاستاذ كمال صحي من النوم وشافه قدامه كوم تاني كان متضايق، والواد زي ما يكون خاف منه. انا خايفة المحمود يسبب مشكلة ما بين الانم والبي، وخصوصا احنا ما صدقنا ان الحكاية هديت بينهم. ربنا يستر. على فكرة الهانم بتعامله زي ما يكون ابنها بحقيقي. امال ايه؟ طبعا. هو محمود فين دلوقتي؟ سايبه قاعد في الصالة بيتفرج على التلفزيون. عملته ده يا محمود؟ والله العظيم ما كانش قصدي، والله ما كان قصدي. طب بس يا حبيبي. تعالي يا شيري. اتفضل انت يا استاذ، عايزه تشوف شغلك. على اذن حضرتك. اقعدي يا شيري. أستاذة عزة قال لي إنك عايزة تتنقلي لإدارة تانية غير الماليات والحسابات. بصراحة يا ماما أنا مش فاهم حاجة خالص في قسم الحسابات ده. تتعلم؟ أيوة يا ماما، بس قسم الحسابات ده كله أرقام، وأنا طول عمري ما بحبش الأرقام. وأنا يعني كنت بفهمها ولا بحبها؟ لازم تحبيها. ولا عايزاني لما أشركك معايا في إدارة المجموعة يجي حتة موظف صغير يضحك عليكي لما يلاقيكي مش فاهمة أصول الشغل ولا الحسابات. أيوة يا ماما، بس أنا برضو مش قادرة. ثانيا، اما تعوزي اي حاجه تيجي تطلبيها مني انا، مش تبعتي موظف يتكلم باسمك معايا. اي موظف هنا بيشتغل عندنا احنا اللي نديله الاوردر، مش يجي يتكلم باسمك معايا. ماما انا كل الحكايه اني كنت مكسوفه اقول لك، بس ولازم تتعلمي ان العواطف ملهاش مكان في الشغل. لو اي موظف من اللي حواليكي حس انك ضعيفه او قلبك رهيف مش هيعمل لك حساب، والموظف لما ما يعملش حساب لصاحب الشغل الشغل يبوظ. صح ولا انا غلطانه؟ صح يا ماما. الو. ايوه يا خالد، ازيك؟ وحشتني. ايه الاخبار الحلوه دي؟ يعني كلها شهر وهترجع مصر؟ طب اسمع بقى، انا عايزه منك حاجه مهمه قوي قبل ما تصفي اعمالك في باريس وترجع مصر. ايه
ايوه يا مدحت وحشتني قوي يا حبيبي، عامل ايه؟ ايوه نزلت الشغل مع ماما. مدحت مخنوقه قوي، مش فاهمه حاجه خالص، مش فاهمه حاجه في الحسابات دي، مش عارفه اعمل ايه. انا سعاد هاني، اتفضلي يا فندم. انت سبتي مكتبي ومشيتي ليه؟ يعني قلت اسيب حضرتك تكلمي براحتك مش اكتر. انا ما كنتش لسه خلصت كلامي، حصليني على المكتب. يا ريت بلاش الموبايل في الشغل. كسرت الفازة ليه يا محمود؟ ما كانش قصد يكسرها، هو اتخبط فيها غصب عنه. ما جراش حاجة، حصل خير، بس المرة الجاية يخلي باله. واقف بعيد ليه يا محمود؟ انت مش زعلانة مني يا منفردة؟ لا يا حبيبي مش زعلانة، بس المرة الجاية تاخد بالك. حاضر. أنا رجعت بدري مخصوص عشان أخدك ونخرج نتفسح. صحيح يا منفردة؟ أيوة حبيبي صحيح. يلا خش غير هدومك عشان نخرج سوا نتفسح. وحضرتك مش هتتغدي قبل ما تخرجي؟ لا أنا هتغدى أنا ومحمود بره، خصوصا إنه كمال قال إنه مش جاي على الغدا. لازم تتعودي يا شاري من هنا ورايح إنك تسمعي كلام ماما من غير ما تعملي مشاكل. اللي تقولك عليه نفذيه، قولي حاضر ونعم. ماما ما بتحبش تسمع غير الكلمة دي، كلنا بنعمل كده، وإلا هنفقد الرضا السامي. يا تامر، ماما عمرها ما اتعاملت معايا بالطريقة دي، دي زي كأنها واحدة تانية. هي دي الصورة اللي ما تعرفيهاش، صورتها وهي في الشغل حاجة تانية، مش ماما اللي في البيت. إزاي بس؟ هو ده السيستم. هي ما قالتلكيش ولا ايه؟ انا خلاص مش فاهمه حاجه. بكره تتعودي. ادخل. العشاء جاهز. شكرا يا جمالات. العشاء جاهز، السمع والطاعه. يلا يلا. ايه شروتي ما بتاكليش ليه؟ ماليش نفس. مفيش حاجه اسمها ماليش نفس، مدام قعدتي على السفرة يبقى لازم تاكلي. صح يا شيخ، لو قاعدة على السفرة لازم تاكلي. ايه اخبار الشغل في المصنع؟ كويس. والمكنة الجديدة اللي عطلت النهاردة عملت فيها ايه؟ ايه ده كل الاخبار بتوصل لحضرتك اول باول. كان مفروض انت اللي تبلغني مش حد تاني. لما افشل في اني اصلح المكنة اللي عطلت هبقى اقول لحضرتك واطلب مساعدة حضرتك. العامل اللي تسبب باهماله في عطل المكنة لازم يترفض فورا. انت عارف الخسائر اللي هتجيلنا بسبب العطل ده قد ايه؟ انا عاقبت العامل وخصمت له. يترفض. حاضر، هرفضه، قصدي هقول لشؤون عاملين ان حضرتك بتأمري انهم يرفضوه، بس انا شايف ان طالما اخدت قرار لو رجعت فيه تبقى صورتي مهزوزة قدام العمال، ولا ايه رأي حضرتك؟ رايح فين؟ شبعت. بس انا لسه ما كملتش كلام. اقعد. انا عايزه اقول لكم ان في شريك جديد هيخش معانا في المجموعه قريب. شريك جديد يا مدام سعاد؟ اي شريك جديد. بس انا اعرف ان حضرتك رافضه مبدا الشراكه ده يا ماما. مضطره اوافق عليه المره دي لان ما عنديش سيوله، واحنا عايزين نعمل توسعات في بعض المشروعات، والبنوك رافضة تدينا قروض جديدة. طب وشريكي الجديد ده بقى هيبقى شريك في كل شغل المجموعة؟ لا طبعا، في بعض المشروعات بس. طب مجلس الإدارة؟ أنا رئيس مجلس الإدارة، سواء كان في شريك أو مفيش، والقرار هيبقى قراري أنا. ومين الشريك ده يا ماما؟ هو رجل أعمال كان مهاجر وهيرجع مصر قريب، اسمه خالد عز الدين. مالك يا شيري؟ مفيش، تعبانة بس شوية. مساء الخير يا كمال. مساء النور. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. أنا خرجت أتفسح شوية أنا ومحمود. بدرية يا قالتي. اتعشيت؟ أول ما رجعت. طب ما استنيتناش ليه؟ قلت أسيبكم على راحتكم. طب محمود عايز يسلم عليك. استني. أنا مشغول دلوقتي. جرى ايه يا كمال؟ انت زي ما يكون مش طايق محمود في البيت. هو انا كنت اشتكيت لك؟ محمود حاسس بكده. هو حر. كمال ده طفل يتيم. عارف يعني ايه يتيم؟ يعني محروم من الحب والحنان.
ما افتكرش انك مخليه ناقص حب او حنان. وانت مش المفروض تحسسه بابوتك؟ ابوتي؟ ايوه ابوتك. ابوتي دي ما اديهاش الا الابن يكون من دمي. عامله ايه دلوقتي؟ احسن يا ماما الحمد لله. مش كنا جبنا لك دكتور عشان نطمن عليكي احسن؟ لا مش مستاهله، ده هتلاقيهم شويه برد بس. برد ايه يا شاري اللي في الصيف؟ اصل شيري طول عمرها رقيقه وحساسه واكيد في حاجه مضايقاها. مش تقوموا تناموا بقى عشان اختكم ترتاح؟ السمع والطاعه. هي حبيبتي مالك؟ في حاجه مزعلاكي زي اختك ما بتقول؟ لا يا ماما ابدا، ما تقلقيش عليا. على العموم بكره الصبح ان شاء الله هتقومي زي الفل عشان ما تتاخريش على شغلك. تصبح على خير. انت من اهم. هتيجي على الغداء يا كمال؟ لا عندي مواعيد مهمة بعد المحكمة. انت هتتغدي في البيت؟ ايوه. غريبة مش عوايدك يعني. عادة بتقضي اليوم كله في الوزارة وبعدين بتيجي آخر النهار. حاجة اتغدى مع محمود عشان ما ياكلش لوحده وبعدين ارجع الوزارة. فريدة! 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 في ايه يا كمال؟ في اللي دخل اوضه المكتب بتاعتي بعد ما دخلت نمت. ليه؟ ملف القضية اللي أنا كنت بدرسه، لقيته مفتوح والورق مرمي في كل حتة. معقول؟ ازاي ده حصل؟ مش كده وبس، كان في شيك بنص مليون جنيه، برضه مش لاقيه. أنا عرفت مين اللي عمل كده. أنت ولا محمود! محمود! تعال هنا! انت ولا محمود؟ انت دخلت اوضه المكتب امبارح بالليل بعد ما نمنا وقلبت في الملفات بتاعتي؟ رد عليا. مش كده يا كمال، اهدى. قول لي محمود، قول لي يا حبيبي، انت دخلت اوضه المكتب بالليل؟ ايوه. شفت يا ست هانم؟ الاستاذ سابنا دخلنا نمنا ودخل يقلب المكتب، يعني شغل حراميه. حضرتك جايبه لنا حرامي هنا في البيت. مش كده يا كمال، اهدى بالراحة. خلاص يا ست هانم، اسأليه حضرتك بطريقتك، خليه يقول لك ودى الشيك فين. قول لي يا محمود، قول لي يا حبيبي، أنت لما دخلت أوضة المكتب وفتحت الملف بتاع القضية، كان في شيك ورقة قد كده، وديته فين؟ ما وديتش حاجة، سبت كل الورق على المكتب. كذاب!
قول لي يا حبيبي بس، قول لي الحقيقة، يعني أنت يمكن حطيته كده ولا كده؟ ما خدتش حاجة، والله العظيم ما خدت حاجة، والله العظيم ما خدت حاجة. عاجبك يا ست هاني المواقف اللي أنت حطيتيني فيه ده؟ عاجبك؟ قلبت المكتب حتة حتة، ما لقيتش الشيك. جالك كلامي؟ أهو الولد ده واخد شيك بنص مليون جنيه. الشيك ده مستند مهم في القضية، عارفة يعني إيه يختفي من ملف؟ معناها إن أنا أخسر القضية. أنا محامي كبير زيي، لما يضيع منه مستند مهم بالشكل ده، لازم أتحول للتحقيق في النقابة. طب إهدى يا كمال، إهدى. أنا حتة عيل زي ده يحولني للتحقيق؟ اسمعي ما أقولك، الولد ده ما يقعدش في البيت ده دقيقة واحدة بعد كده، أنت فاهمة؟ أهلاً أهلاً وسهلاً معايا الوزير. أهلاً بيكي. اتفضلي. خير إن شاء الله، إيه اللي حصل؟ ما حصلش حاجة. أنا جايز أنشغل الأيام اللي جاية وجايز أسافر شغل برا مصر، عشان كده مش هقدر أسيب محمود لوحده. سافري بألف سلامة إن شاء الله. عشان كده مضطرة أرجعه الدار. غصب عني والله، غصب عني. الحمد لله يا فندم إن الحكم في قضية أرض شرم الشيخ صدر لصالحنا. الحمد لله، مبروك علينا. نفسي اشوف مدام دولي عامله ايه دلوقتي بعد الارض ما راحت منها. اكيد كانت هتفرق معاها كتير لو اختارتك يا استاذ كمال تبقى المحامي بتاعها. وانت تعرفي برضو ان انا ممكن اخد قضيه زي دي. انا ما باخدش اي قضايا الا لما اصحابها يبقى عندهم حق. على فكره ممدوح، انا عايز اصرف شهر مكافاه للموظفين بالمناسبه. كتر خيرك يا فندم. ناديه جيبي لي ملف السيد العيسر من فضلك. تحت امرك يا فندم، عن اذنك. ايه مالك؟ لا ابدا يا فندم مفيش حاجه، بس انا كنت متصور ان ناديه بعد ما تاخد فتره كده وتهدى ممكن ترجع تفكر في موضوع ارتباطنا مره تانية. تبقى بتضيع وقتك، انا عايزك تصرف نظر الموضوع ده نهائي. انا مش عايز اي توتر او مشاكل في الشغل. تصور من كتر خوفي على الشيك ده نسيته في جيب شركتك. طب الحمد لله ان حضرتك لقيته. الحمد لله كده احسن قوي. حضرتك تؤمر بحاجه؟ ضم الشيك ده للملف، ده اهم مستند عندنا في القضيه. حاضر، بعد اذن حضرتك. الملف هو يا استاذ كمال. متشكر قوي. هي لميا ما جاتش ليه؟ لميا؟ لميا مين؟ لميا بنت العشري بيه. مش كانت قالت لنا بعد ما تخلص الليسانس هتيجي تكمل الشغل في مكتب؟ معرفش. انا اصل لما اتصلت بيها قالت لي انها راحت اشتغلت في مكتب محامي تاني. هو ايه اللي حصل بينكم بالظبط؟ ما دام حضرتك اتصلت بيها ما سالتهاش ليه؟ ما بتاكليش ليه؟ وحشك وجود محمود معانا على السفره؟ انا ما كنتش متصوره انك بالقسوه دي مع طفل صغير وتقول له اللي قلته. ما تخليش عواطفك تبقى ايه قوي للدرجه دي. ما تنسيش ان هو متربي في ملجأ. وجوده في البيت هنا كان غلط من الاول. عملت ايه في الشيك اللي بعده؟ سويت المساله. هو لولا ثقه صاحب الشيك فيا واسمي وسمعتي كانت هتبقى مشكله. على كل حال ده ياكد الكلام اللي انا قلته لك قبل كده. انت مالكيش في تربيه الولاد خالص. انسي الموضوع ده نهائي. مبروك يا شيري، الف مبروك، جيد مرتفع. الحمد لله، وانت عملت ايه؟ طبعا زي عوايده، موس الاول على الدفعه، امتياز. الف مبروك يا مدحت. الله يبارك فيك يا حبيبتي. مش هتسالينا احنا عملنا ايه؟ ولا احنا يعني مش مهم؟ عملتوا ايه لمدين؟ جيد جدا. جيد. يا دوب مقبول مع مرتبه الشرف طبعا. مش مهم يا ستي، المهم ان احنا نجحنا كلنا. ايوه المهم ان احنا خلصنا الدراسه. ما تفرحيش قوي كده، على الاقل ايام الدراسه كنا بنلاقي حاجه تشغلنا. دلوقتي هنقعد في البيت نحط ايدينا على خدنا نستنى الوظيفه، ويا عالم هتيجي امتى. يا ابني انت ليه على طول متشائم كده؟ البركه في شيري. في انا؟ ايوه طبعا. يا ريت بقى تشغلينا عند والدتك. انا شخصيا مش هشتغل باقل من 500 جنيه،
500 جنيه دول ايه؟ قولي 1000 جنيه. وانت تفهمي ايه في شغل والده شروي؟ وهي شري يعني اللي بتفهم في شغلها قوي يا بنتي، ده زمانها بقت نائب رئيس مجلس الاداره. لا ما تقلقيش انا زي ما انا. والنبي بقى يا شري خلي والدتك تشغلنا عندها. حاضر حابه اقول لها ان شاء الله. ايه ده دي ماما جبنا في سيره القط. الو ايوه يا ماما الحمد لله جيد مرتفع. قولي لها تعملي لي حفله بمناسبه نجاحنا. ايه حفله؟ طبعا يا ماما هعزم كل اصحابي كده. حاضر مسافه السكه واكون عندك. باي يا ماما. ماما عامله لي حفله اخر الاسبوع ده بمناسبه نجاحي وهعزمكم كلكم طبعا. هو ده الكلام ولا بلاش؟ سعاد هانم تعيش يا تعيش يا تعيش. على فكره ماما عامله الحفله دي مخصوص عشان تعرف عليك. عقبال ولادكم ان شاء الله. الف مبروك. الله يبارك فيك. صل على النبي. اشكر الله وصل على النبي. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. عقبال ولادكم ان شاء الله. اشكر الله. صل على النبي. مبروك مبروك يا جماعه. كاتب الكتاب والدخله الخميس الجاي ان شاء الله. الف مبروك. الله يبارك في حضرتك. ياسر كان عاوز يجي معايا بس ظروف شغله منعته. ليه؟ هو انت مش كفايه؟ ربنا يخليكي. حضرتك هتيجي؟ وانا اقدر اتاخر عنك يا نجات؟ حضرتك مش هتكوني مجرد ضيفه، هتكوني صاحبه فرح. انا مش هقدر انسى جميلك ده ابدا. انت لو وقفتي جنبي لولا فلوس الاعلانات ما كنتش هعرف اتجوز ولا بعد سنتين. ما انت عارفه انك غالي عندي يا نجات، ده انت زي بنتي بالظبط. ربنا ما يحرمنيش منك. هو ايه حكايه فريد الشربطلي ده؟ بقاله اكتر من شهر نازل حملات صحفيه على معاليكي شخصيا، بيهاجم فيها حضرتك وبيهاجم سياسه الوزاره. ما تشغليش بالك، انا اتعودت على كده. طب اسمحي لي استاذن بقى عشان ورايا حاجات كتير لازم اعملها. نجات لو احتجتي لاي حاجه ما تتكسفيش تطلبيها مني. ربنا ما يحرمني منك ابدا. الله 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 الله. ايه الحلاوه دي كلها؟ الفستان هياكل منك حته. حلو طبعا يا حبيبتي. يا ارض احفظي معاليكي. قمر والله قمر. حطي زغرت يا بنات. ايه ما حدش يا جميل. انت مش مبسوطه بقى ولا ايه؟ ابدا يا حبيبتي انا بس صعبانه عليا ان اختك هتسيبنا والبيت هيفضى علينا. تسيبنا؟ مين اللي قال لك كده؟ دي ناويه تنطلنا كل شويه هي وعريسها. ربنا يهنيها ويسعدها يا رب. وبعدين ما تمشي وانا مش مالي عينك ولا ايه؟ يلا بقى قومي زغرتي. جهز قوة بسرعة يا وحيد، في مأمورية لازم اطلعها دلوقتي حالا. ازاي يا فندم؟ ده النهارده فرحك. معلش اخلص المأمورية وبعد كده اروح الفرح. يا فندم هو انت معزوم؟ ده انت العريس. عشان ابقى عريس مالي هدومه بصحيح، لازم اخلص المأمورية وبعد كده اروح اتجوز واقعد في البيت.
حضري لي الحمام يا بدريه. الحمام جاهز، والطقم اللي هتروحي بيه الفرح هو كمان جاهز، بس استريحي شويه. مفيش وقت، لازم الحق الفرح. ربنا يجعل ايامك افراح في افراح. طلع عندكم جميع، طلع عندكم يا رجال. ايوه يا فندم. ايه لسه ما رجعش؟